طب العيان لو احنا دورنا فيه لاي
يبقى الفيروس ده انت عامل زي بتاع البوليو مثلا، انتوا اكيد خدتوا البوليو في المايكرو مش كده ولا ايه؟ العيان اللي بتجيله الباراليتيك فورس بيفضل عنده انفلات الباراليتيك ده طول عمره ما بيروحش، مظبوط؟ لكن الدي لا، دي حاجه في السلايفا عامله تاثير طول ما هي موجوده، انت شلت الدي خلاص ما بقتش موجوده فالعيان خف، تمام؟ يبقى الدي عملت هنا ايه؟ عندها انجوريوس ماوس وورز بتعمل سفير بين وهامرج وكده. الفكره كلها ان احنا لو حاولنا اول ما شفنا الدي واتفزعنا وشديناه وهو لسه عايش، الفورس في الموفر ده هيعمل ايه؟ هيخلي الماوس وورز تفضل مجموعه في السكيل فيعمل لنا سكند انفكشن، ماشي الحال؟ طيب ايه كمان ممكن يعملوا لنا؟ قلنا السلايفا بتاعته فيها توكسن، التوكسن دي بتعمل رابل السن كلاس بارنس، بيأفكت مين؟ الاولد ايج والعيال الصغيرين. هيبرزنت ازاي؟ لسه هيبرزنت بصعوبه اول حاجه ازاي؟ بديفيكالتي سوالينج وايه؟ وسبيريشن. تمام؟ هل ده بيبرن هيفضل على طول بعد ما نشيل التك؟ لا، اول ما نشيل التك وخلاص الجسم هيخلص من التوكسن ده هيحصل ريكفر للعيان ويرجع يمشي تاني. تمام؟ طيب ده الاذى او المشاكل اللي بيعملها التك بنفسه. ايه بقى الجسم اللي هو بيترانسليت؟ كتير بصراحه. بصوا بقى حاولوا تحطوهم باي طريقه. حد كان بيسالني امبارح قلت لهم الدول الاوروبيه وبالذات الامريكان عندهم التك كتير. احنا هنا في مصر عندنا التك بس اكتر. خلاص؟ التك مش موجود هنا في مصر كتير بس الامريكان عندهم. يعني زي ما زمايلنا اللي عاشوا هناك بيحكوا زي ما ساعات في مصر على المدارس في مصر يتشك على شعر الولاد يتاكدوا عندهم بديبلويد ولا لا، ساعات ده بيحصل هناك بيدوروا على التك في الولاد الصغيره. خلاص؟ هي هناك بالغوا عشان كده جزء كتير قوي من الديزيز اللي بتتنقل بصراحه امريكاني. رحنا وتاني سبوتد فيفر، افريكان تيك فيفر، كوينزلاند فيفر، تيك فايفر، سوري تيك تايفر، راشن تيك تايفر، كيو فيفر، زي ما انتم عارفين. تمام؟ ينقل الفايرال ديزيز، ينقل الفايرال انفلايتس، اختاروا لكم كل واحد من دول اتنين تلاته تحفظهم. هي اسوء حاجه في التكست الديزيز بتاعتهم. تمام؟ الجزء بقى اللي هو البكتيريال التو ديزيز دول مهمين تبقى عارف اسمهم اللي هم التولاريميا خلاص واللايم ديزيز من غير اي تفاصيل. هنعرف بس الهارد ديك بيقولوا لنا ايه؟ التولاريميا واللايم ديزيز. اهم حاجه بقى تخصنا في المره اللي جايه مين؟ البابيزيا اللي هي كانت بعد البلازموديا على طول. احنا فاكرين ان الفيكتور بتاع البابيزيا كان مين؟ كان الهارد ديك. يبقى ليه؟ احنا قلنا الهارد ديك عمل لنا ايه؟ عمل لنا ثلاث مشاكل. المشكله الاولانيه ان هو عنده انجوريوس ماوس بورد تمام؟ دخلت في السكين هتيجي انت تشدها بالعافيه هيتخلع الهيد بتاعتها وتفضل موجوده فين؟ في السكين فتعمل عندها سكند انفكشن فما ينفعش نعمل كده. دي اول مشكله. المشكله الثانيه ايه؟ ان السلايفا بتاعت التك فيها توكسن، التوكسن ده بيعمل ايه؟ بيعمل العيانين اسندنج فلاسيد بس بيطلع من تحت لفوق والعيان بيبقى عنده فلاسيد ستيك. اول حاجه هتبان لي عندي ايه في العيان ده؟ ديفيكالت في السوالم وديفيكالت في الايه؟ في الريسبيريشن. كل الناس افكتد زي بعض؟ لا، الستريمز اوف ايج هم الافكتد اكتر، الاولد ايج والاطفال الصغيرين. طيب هل الهارد ديك بتجيلنا كتير؟ بيجي كتير قوي. خلاص؟ تاني هنقول روكي ماونتين سبوتد فيز، افريكان تيك فيز، كوينزلاند تيك تايز، راشن تيك تايز. خلاص؟ كيو فيز. هيجي لنا ايه فايرال ديزيز؟ فايرال انفلايتس وكورات فيز. يجي لنا بقى ايه بكتيريا مش فايروسيتا؟ دول مهمين اللي هم التولاريميا واللايم ديزيز. ماشي؟ احنا بقى في البار اللي لنا ايه؟ البابيزيا. خلاص؟ طب والسوفت تيك غلبان شويه بين الحاجات اقل، هما حاجتين بس. بينقل الكيو فيفر زي الهارد تيك، خلاص؟ وبينقل الاندميك ريلاكسنج فيفر. عدى علينا الريلاكسنج فيفر ده قبل كده؟ لسه امبارح صح؟ كان اخت اللي عارفه الاندميك كانت مين؟ ايبيديميك ريلاكسنج فيفر. واتفقنا اي حاجه ايبيديميك يبقى مين اللي بيجيلها؟ اللايف والعكس صح. تمام؟ يبقى الاندميك لابسنج فيفر مين اللي بيجيلها؟ السوفت دي تمام؟ لكن الابيديميك لابسنج فيفر كان بيجيلها اللايف. السوفت دي بتنقل لنا ايه؟ حاجتين، الاندميك لابسنج فيفر والكيو فيفر. حلو قوي. ازاي بقى الميكانيزم اوف ترانسميشن دي مهمه قوي. ده ينطبق طبعا على كل حاجه ما عدا الباريزي عشان الباريزي بتنقل زي ما هي. ليها لايف سايكل مختلف. بينطبق على كل الفيروس والريكيتيا ازاي؟ ايه اللي بيحصل بقى هنا؟ الاورجانيزم بتمالتبلاي في الابيثيليال سيلز. وبعدين تعمل ايه؟ تروح الابيثيليال سيلز بترشر بس مش في اتجاه البط. مش هي الابيثيليال البط جافيتي اهو بتاع الكيك خلاص؟ وفي عندي جاب كده وادي الابيثيليال سيلز ماشي؟ الابيثيليال سيلز دي اكن ليها ناحيه واصله على البط تمام؟ وناحيه واصله على
الليفر جلاند، عشان كده لما تيجي يعمل وايت يقتل الانفكشن. هتروح فين تاني؟ على الاوفرز بتاعه الهارد دي والسوفت دي. فتحصل يحصل انفكشن للاوفا، الاوفا دي لما تنزل فيها الانفكشن بعد شويه هنديها ضربه او ليف فيهم الانفكشن، مع انهم مش تحت البنجلان خالص. فيبقى عندي بعد شويه قطط هو من ساعه ما اتخلق عنده كلين انفكشن، مع انه ما عملش اي اتاك لاي وجه. هو ده اللي اسمه ترانس اوفيريان ترانسميشن. خلاص؟ يبقى تاني ترانس اوفيريان ترانسميشن حصل ازاي؟ الاورجانيزم خرجت من الفيليال سيلز، خرجت على البادي كابتن، راحت على السليفري جلاند، فبقت ترانسميت عن طريق البادي. ده احتمال. الاحتمال التاني اللي مميز قوي قوي للتيكس انها هتروح على الاوفرز، تمام؟ من الاوفر هتوصل لايه؟ هتوصل للاكس او الاوفر. من الاوفر على الارض او النمف، ومنها على الارض. يبقى انت في الاخر بقى عندك قضى النهارده دي كارينج انفكشن، مع انه ما عملش اي اتاك لاي ايه؟ هوست. هو ده فكره التراس اوفريان ترانسميشن. جاله مين؟ جاله من ايه؟ من المذر هارد تيك بتاعته او الفاذر هارد تيك بتاعته. خلاص؟ يبقى الترانسميشن دي هما الاثنين هيجي من الفايروس تيجي تستغيرها وهيبقى ترانس اوفريان ترانسميشن. طيب احنا قلنا انه في حاله الهارد تيك شويه هيرشروا على بره على البادي كافيتي، هيروحوا على الصلايبة وجوه، تمام؟ وشويه هيرشروا على جوه، هيفضلوا جوه الايه؟ الجرس، هيبص مع ايه؟ مع الفيس بتاعه، تمام؟ عشان كده لو حد عمل كراشنج للهارد تيك على الوود وحصل كونتامنيشن بالفيس الانفكشن يبقى ترانسميتد. لو انت عملت كراشنج للسوفت تيك وحصل كونتامنيشن بالفيس، الفيس اصلا ما فيهوش الانفكشن، لازم يحصل كونتامنيشن بالايه؟ بالكوكسر فلويد، يعني هتدمر التحت. يبقى ايه؟ الاورجانيزم اللي بتبقى ترانسميتد عن طريق الهارد تيكس والسوفت تيكس بيعملوا ايه؟ هيمالتبلاي جوه الاثيليال سيلز، تمام؟ لغايه لما الاثيليال سيلز هيحصلها ايه؟ هتراشر. شويه منهم هيرشروا على بره يوصلوا للبادي كافيتي، وجزء منهم هيرشر على جوه الجلط. اللي بيرشر على جوه الجلط ده فين؟ في حاله الهارد تيكس بس، تمام؟ اللي خرجوا على بره دول راحوا فين؟ ما طلعوش على الشارع، راحوا على السليفري جلاند، فمنها على الصلايبة. يبقى البايب بتاعت الهارد تكتمل الانفكشن ولا لا؟ تنقل. راحوا فين تاني؟ راحوا على الحاجة اللي مش محصل. ما بتحصلش غير فين؟ في التكس بس. راح على الاوفري، منها على الاوفا، منها على الضرب او النت، ومنها على الايه؟ على القضب. فبقى عندك انتاج من القضب كلهم كارينج انفكشن من قبل ما يأتاك ايه؟ الهوست. ده معناه ان هم اول هوست هيأتاك هيكون انفكشن على طول. في حين ان مثلا باباهم الكبير كان الاول سليم ما فيهوش اي حاجه. فاول هوست اخد منه الانفكشن وبعدين دعوا الباقي. ده لازم جاهز على الايه؟ الترانسميشن بتاع الانفكشن. ده اللي اسمه ترانس اوفريان ايه؟ ترانسميشن. قلنا لحد الهارد تيك شويه هيعدوا هيروحوا على الفيزز، فلو حصل كونتامنيشن للوند بالفيزز افهم الترانسميشن انفكشن. لحد السوفت تيك لا، كونتامنيشن بالايه؟ بالكوكس فلويد بس، تمام؟ اي حاجه اي اشربوطه جواها جوه فلويد اللي هو بيتكلم نيوترنس بالويست اللي هو قصاد البلاد مثلا في البنات دي حاجه شبه كده اللي هو البادي فلويد اللي عمال يلف جوه، ماشي الحال؟ طيب نعمل كنترول التكس ازاي؟ اول ما نشوف حد ماسك فيه تك نروح شادينه على طول؟ لا، لازم نخلط نخلي التك دوت يا اما يموت يا اما يغمى عليه. هيغمى عليه ازاي؟ في اي حاجه انستيزيا، كلوروفورم او ايس. اسهل حاجه بقى بتحصل وبيعملوها على طول سيجاره مولعه او قلت قبل مولع. يروحوا لاسعين البتاع فيموت. ساعتها احنا هدفنا ايه؟ مش الاذى يعني. الهدف ان انت زي ما اتفقنا في الاول ان احنا لما نشده يطلع بالايه؟ بالماوس بارت، تمام؟ ما يبقاش شدناه وسيبنا الماوس بارت جوه زي ما يكون حد مثلا لا قدر الله دخلت في صباعه زي وما طلعتش، هتعمله ايه؟ قفس، صح ولا لا؟ طب انت شلت الديك وسبت للراجل قفس يبقى انت ما عملتش حاجه. هي الفكره كلها ان انت عملت ايه؟ عايز تخلي الديك ده ما يبقاش عايش مش تاني. بقى يا اما نيمه زي ما انت عارف الموجود عندك، او اسهل حاجه بقى سجاره اول عود كبريت مولع انت خلاص لسعته مات خلص الموضوع، شده بقى ايه؟ براحتك. هما التكس عموما زي كل الارثروبود في الدنيا لو عايزين نعمل لهم كنترول نستخدم ايه؟ انسكتسايدز، تمام؟ المايتس، بصوا بقى المايتس دي مهمين جدا، هما ستة فاميلي هما الست اهم من بعض. خلاص؟ زي اخر حته في الكتاب وجزء يعني في شويه بس مهمين جدا جدا المايتس. خلاص؟ اول نوع واهم نوع واكتر نوع بنشوفه هنا في مصر اللي هي اسمها اتش مايتس. خلاص؟ اسمها التاني سرطان في الكبيرة، في العمل اللي هي قلنا بتبقى صغيرة
مفروشه كفايه وعندها فور بيرد فليكس موجود على الكمامه ماتت فوق، مظبوط كده؟ الانفكشن ده العادي بتاعه ان هو كومن ان ممكن لو تشيا بلس، يعني الناس اللي شويه في اوفر كراودس والايه؟ والهيجين مش قد كده، بس هو علشان المايس ممكن تبقى موجوده على ملايات السرير على الفوط، فممكن الانفكشن يحصل في اي تجمعات وليكن مثلا معسكر شباب خلاص بيستخدموا كلهم نفس الملايات، او عندهم مثلا كشافه وبيلبسوا نفس اليونيفورم والهدوم دي ما بتتغليش او ما بتتكويش، خلاص كده؟ بقول لكم كده ايه عشان هم علمونا كده في كلمتين، لو ممكن ما تتخضش، طب حد انت تعرفه راح مكان تجمع شبابي بشكل ما بيناموا كلهم على ملايات مش بتتكوي ده كتير، او بيلبسوا يونيفورم مثلا ممكن يبقى المايس موجوده في الهدوم، فيأطول الانفكشن ممكن مع ان هو ممكن يكون ده سوشيال كلاس كويس قوي، لكن الاغلبيه بيحصل ايه؟ لا هو بيبقى شويه في الناس اللي عندهم اوفر ترامبس، يعني اعداد كتير من البشر عايشين في مكان صغير. تمام؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ الفيميل بتاعت المايت شايفينها صغيره ازاي؟ وشفافه خلاص؟ بتعمل ايه؟ بتروح في البر كده طنلز تمام؟ تنفك تحت الاسكيم وتبدا تحط فيها الاج والاج دي تطلع غلطه وهي بتتعالج خلاص؟ عماله هي تحفر ايه؟ تنفك. هل العيال بيبقى شايفها؟ ما يشوفهاش، هي صغيره زي ما اتفقنا، هي صغيره وشفافه بتتقاس بالمايكرو يعني زي الهارد تيك كده. السكيلت هو الضرب. استنبطت بقى مع المايس اسمها ايه تعالى؟ اسمها ليها اسم عن الكلمة. لا مش العين. اسمه الحاجة زي فول او حاجة زي كده. هفتكر لكم اسم واحدة صاحبتنا كانت عاملة زي بتروح على المايس هتعلمها وتتبعها هتسألها اسمه ايه بالعربي. ماشي؟ بس هو مش عين فلا. خلاص؟ يبقى تاني ايه اللي بيحصل؟ الكميل الصغيره الشفافه دي اللي هي مش باينه بتحصل طبعا كده تحت السكين وتبدا تحط الاكس بتاعتها والاكس بتاعتها تطلع تطلع نار بقى وعايشه تحت السكين. العيال شايفها ده بدا ما بيشوفهاش صغيره وشفافه تمام؟ ازاي الديك؟ ما انا تخيلش مثلا الديك ممكن يحط طنز تحت السكين والعيال ازاي؟ هي بتحصل الطنز تحت السكين طبعا ده بيعمل ايه؟ اريتيشن هنشوف العين هيشتكي ايه؟ طيب لما هي قاعده تحت السكين تفتكروا الانفكشن يديل ازاي؟ زي ما احنا تقريبا من شويه، عايز بلوت فيستا تكون تمام؟ عايز ان احنا نستخدم نفس الكروتين او نفس ملايات السرير، تمام؟ وهي عليها المايت وهي دي شغلتها، هو ربنا خلقها عشان تعمل كده، تعمل بنتريشن للسكين وتعمل فيها ايه؟ طنز. طيب هو السكين ده بيجي للبني ادمين بس؟ لا الانيمال كمان بيجي له، فاكرين لما كنت بقول لكم امبارح من فضلكم لما تشوفوا اطفال صغيرين في الشوارع ماسكين الاخت اللي في الشارع ولا الكلاب اللي في الشارع وعمالين يلعبوا معاها حاولوا تبعدوهم عنهم لقدروا يموتوا يعني ليه؟ عشان ممكن يبقى فيهم سكيز اللي احنا خدناها من امبارح وممكن يجي لهم سكيز خلاص؟ بس الفكره ان السكيز اللي بتبقى ترانسميتد من الانيمال عشان مش ده المايت بتاع البني ادمين فالمانيفستيشن بتاخد وقت قليل بتبقى شورت ايه؟ ديوريشن لكن المايت بتاع البني ادمين لا بتطول وبتعيش اذا ما خدناش ايه؟ تريتمنت. يبقى دي يعني المايت هنا عملت ايه؟ عملت طنز تحت السكيز تمام؟ سوبرفيشن وبدأت تحط الاكل وتكمل اللايف سايكل بتاعتها ماشي الحال؟ ده هيحصل ازاي؟ هتيجي كروس بيست كونتاكت او استخدام نفس ملايات السرير او نفس الهدوم. ممكن الانفكشن يجي لنا من انيمال ممكن بس بيبقى الانفكشن بيبقى اخف شويه من الانفكشن بتاع الهيومن مايند وكمان بيبقى المده بتاعته قليله. الشكل ده هيبقى عامل ازاي؟ احنا قلنا انها بتحصل فنس لما هتحصل فنس كلمة مرفوعة شوية كده فأنا هيبقى عندي الليبيسك ريد تانل هنا موجودة الليبيسك بريتش تانل موجودة وشوية بيسكلز ايه صغيرين العيال ده يتعايش مع ده لا بيعملوا اتشنج جامد جدا الاتشنج بتاع العيان ده بيعمل مشكلتين المشكلة الأولانية إنه أخد المايتس في ضوافر اللي هي غالبا مش متخصصة يعني خلاص وين
الواي لابيلي، الاماكن دي مسكين فيها سيت شويه، فسهل قوي ان المايس ايه تعدي وتعمل الايه المانيفستشن دي عند العين. خلاص يبقى الليجن هيبقى شكله ازاي؟ خد بالك عشان ده بيوصل الامتحان كتير قوي الاتش مايس ده، ان هو فيري كوما اتشن. يبقى عندي الريتش ريتش ريتش كده موجوده في الكيس ومعاها مايوت، قلنا العين هيعمل فيها ايه؟ يعمل اتش الاتش ده يعمل ايه؟ يسبريد الليجن هلاقي دي في الفين في الانفورد الفليكس حته رفيعه في الفليكس وقاسه هنا في الاسلة وفي الوايد ايه ريف. مين ده بقى؟ البروفيت او الكوريجال سكيلز. مش احنا امبارح كنا بنتكلم على الوايد قلنا لو بقى ناس بقى اللي هم مثلا زي اللي في الشارع كده هم خلاص وعندهم كميات لايف كتيره بقى عندهم حاجه اسمها هايبر انفكتيشن اوف لايف. الجيز ده كان اسمه ايه؟ بقى مو ديزيز ده اللي هو هايبر انفكتيشن اوف لايف. قلنا اللايف كتير بقى وعايش معاها بقى سنين فحصل بقى الاسبوع فيها كريسيما وسكيلينج وكرافت فورميشن. نفس الحكايه لو العيان ده اميون كونتنت او ديبليتد العيان مفيش حد ياخد باله منه، لقوا ان المايس اتوصل فيه بسرعه كبيره الليجن بتبقى اكستنسف بتاخد مساحات كبيره من ايه؟ من جسمه. بص على الليجن فيه كميات رهيبه من المايس دي. ده اسمه ايه؟ كرافتد او ديبليتد سكيل. ده بيحصل في مين؟ العين اللي هم اميون ديفيشن مش بياخدوا باله من نفسهم كويس او ديبليتد ايه؟ هنا بيبقى الليجن بتبقى شويه اكستنسيف ولو بصيت في الليجن تلاقي كميه مايكس ايه؟ رهيب. لا هي الفكره كلها ان هو العيان مش بيشتكي قوي فمش مهتم بالموضوع هو ديبليتيد عيان يعني ايه؟ ده ممكن يكون تعبان شويه في الموضوع ومين يكون ما بقتش مش شغال قوي مش عمال ولا ليش قوي هو ايه اللي بينبه العيان؟ بقتش مش رهيب. فلو هو ما عندوش اتش ثابت ليه عايش زي عيان ضعيف مش هو متعور ومش حاسس ليه؟ البريفرنس خلاص باظت وما عندوش اي احساس بالدين. فالدين ده رحمه من ربنا بيقول لك ان في هنا مشكله. اذا انت ما حسيتش بالدين ده يبقى المشكله دي بدل ما تتحقق في الاول ايه؟ تبدا تسمع. تمام؟ طب احنا لو عايزين نعمل دايجنوز للعيانين اللي عندهم سكيلز دول الكلينيكال بيشر كاركترستيك زي ما قلت لك العيانات الجلديه بيطلعوا بيطلعوا نفس المرض. لو مجموعه نفس العيله عايشين في نفس المكان اثنين ثلاثه فمن ممبر عندهم نفس الشكل عندهم سيفير اتشنج في الزون اللي احنا قلنا او في اللي احنا قلنا عليها دي انكارديستال سبيس ريفلكس سيرفس وكلهم بيشوفوا ايه نفس الشكل ريدش تراك ايه يعني هو مظبوط دايجنوز. لو انت عايز تتاكد عندك طريقه تتاكد ايه تعمل ايه؟ تشوف المايس نفسه تمام مش انت عندك التونس اهو تعمل سكرابنج كده وتاخد اللي يطلع تلاقيه مايس ما تقلقش ان هي مايس تمام. بعد ما طلعتها كده بعد السكرابنج عندك حل من الاثنين يا اما هتبص عليها دلوقتي فتحط عليها بوتاسيوم في الوسطين هيدوب لك كل السكين اللي حواليها تبقى باينه كتير بس لو سبتها هيشتغل على المايك نفسها وايه ويدوبها. طب انت لو تسكنها كمان شويه تروحيها لحد لا يبقى تستخدم اي اويل. الاويل هيخلي المايك تدخل فيها اكتر احسن بكتير وفي نفس الوقت هيحافظ عليها بس انها لو قعدت كذا يوم لغايه لما حد بص عليها يقدر ايه يشوف. انا لو عايزين نعمل دايجنوز واضحه جدا محدش ممكن يغلط تمام. عايز اتاكد شغل الجوره بقى تعمل ايه؟ هتعمل سكرابنج للليجن زي ما اتفقنا هتاخد السكرابنج اللي معاك ده يا هتبص عليه دلوقتي هتحط الباسيف في الويب هيخلصك من كل الدبرز اللي حوالين المايك تفضل المايك بس لو سبت المايك عايش شويه في الباسيف في الويب سايت ايه؟ هتروح هي كمان تمام. طب انت عايز تحافظ عليها وتاخد حبه كتير والطريقه مثلا لحد دايره اكبر منك شويه عايز تتاكد خلاص تعمل ايه؟ تستخدم الاويل هتلزق فيه بسهوله المايك وكمان هيحافظ عليها حتى لو حصل ايه؟ كذا خلاص؟ في كل الاحوال انا طرحت الميكروسكوب واشوف ايه؟ السبورتس اللي احنا ايه؟ شفناها في العمل الاسبوع اللي فات. تمام؟ التريتمنت بقى بعد ما تدخلوا عيادة الجلدية ان هو بيقول لهم ايه؟ هتشتروا فلوس خلاص؟ تكون خشبة جديدة. السيناريو هو ده اللي بيقول ايه؟ وبتقسموه بخمس كتب تمام؟ وبتستخدمها مرة واحدة بس. لازم تكون رخم حاجه لسه جديده عشان تفتح كل التونس هتعمل ايه؟ تعمل اكسبوجر للمايس، المايس بقى مش هتقع، لا احنا هنحط بقى الحاجه انتي مايس، الحاجه الكاريسايد اللي هيموت المايس، لو المايس مستخبيه تحت التونس والتونس مقفوله عليها مش حاجه هتوصلها ولا هتاثر فيه، فبيستخدموا ايه؟ الحركه بتاعت الراف براش دي، يفتحوا كل التونس وبعد
هيقدر يعمل سبرنت الليل، فانا لازم اديله ايه؟ انزل استمراري مختار يمنع الاتش ده، صح؟ لو العين ده اللي سكن في الفشل وغالبا ده اللي بيحصل اديله انتيبيوتيك ايه؟ حاجه ايه؟ المايت اللي هي الاتش مايت او ستاتوكوس كوبيال بتعمل ديزيز اللي اسمه ايه؟ سكيلز. الترانسميشن بتعرف ازاي؟ عايز جروث فيزيكال كونتاكت او كومن داون كومن ولايات سرير ويكون مشتركه الاثنين منهم. ايه اللي بيحصل؟ الفيميل بتعمل طالت كده تحت السكيل تبدا تحط فيها الاكل والضربه وتعيش بقى. ده بيعمل ارتشن لعيال فبيعمل ايه؟ اتش. الاتش بيعمل لها مشكلتين، المشكله الاولانيه ان هو بيسبريد الانفكشن تمام؟ وبيعمل سكند انفكشن. ايه اكتر مكان ممكن الاقي فيه الليفز دي؟ الارياز اللي السكين فيها ايه؟ رفيعه. الانتر ديجيتال سبيسز الفليكتو اسيد بتاعت الريست والفور ار تمام؟ والانفاينا فيجن والابزيلا تمام؟ طب انا عايزه اعمل دايجنوز العيان ده سهله جدا. لازم هنا نكتب الدايجنوز الكاركترستيك اللي انت بتشوفها دي مهمه قوي لانها مهمه. يعني لو انت مثلا عندك حد اي بارادايت بيعمل لك الباتومين ماشي، الباتومين اللي دي كويسه بس في اربع ثلاث حاجات يعملوا صح؟ لكن اللي بيعمل الشكل كلينيكال بيكشر دي المايت بس. هنا كلينيكال بيكشر مهمه جدا. بعد كده تروح واخد سكراب من الليجن اللي انت شايفها قدامك وتبدا تفحص ايه؟ المايت. زي ما قلنا هتبص عليها على طول تحط الكالسيوم هيدروكسيد هيظبط لك الدنيا وتخلي الكلام كتير قوي تقدر تشوفها كويس لانها زي ما مشروع صغيره وشفافه ومهم تلاقيه في نسبه واحده بنبص عليها تمام؟ طب هتستنى عليها شويه وعايز تلم حبه كتير يبقى تحط نقطه اويل هيلزق فيهم المايت تحطها على السلايد وتتابع ممكن تتفرج عليها بعد كده ايه؟ ادريس. هنعالج العيان ده ازاي؟ لازم هوت باث يوتي براش برش لازم ليه عشان افتح الطنط هتبقى المايت عندي مظبوط غير الايه؟ للجسم اللي انا هحطه. حط بقى لا انت مش بتعمل سبريت انفكشن، انت بتفتح الطالب تمام؟ عشان كده احنا قلنا اللوفه دي بتعمل فيها ايه؟ بترميه. لكن هو مشكلته لما عمل اتش ما رماش ايه؟ غالبا ما فتحش. هيعمل اتش بتعمل سبريت انفكشن، لكن اللوفه لما نستخدموها بتقول لهم كده بس خمس حتت كل يوم تستخدم جزء وترميه، ما ينفعش تستخدمه تاني لانه مليان ايه؟ مايلز. لو انت استخدمت نفس الجروب ده تاني انت ما عملتش اي حاجه، عملت زي ما انت بتقول كده، عملت سبريت للايه؟ للانفكشن. كل الفكره انها بيلزق فيها غالبيه المايس واللي بيفضل هيجي عليك اي سايد ايه؟ يموت وانا لقيتها خلاص وخلصت من كل اللي فيه تمام؟ الاكاريس اللي هم المايس الاكاري سايد زي الزفت حاجه اللي بتموت الايه؟ الاكل. ده مهم ده جه من مش عارفه السنه اللي فاتت ولا قبلها جه خلاص بالشكل ده استرالي. ده اللي هو اسمه تينوبس او فوليك المايت. دي في حاجه صغيره كده شبه الهول عباره عن كفان صوره فوقيه وابدو ولما تبص عليها تشوف فوق تلاقي الفيروس بتاعها في ترانسفيرس ستريشن. دي بقى فين؟ دي قاعده في الهيد فوليكس وفريش الجلاد الموجوده في المنطقه دي حوالين الليكس والايه؟ والنوز تمام؟ يبقى المايت دي برضه مهمه زي ما بقول جاب كيس من سنه او سنتين. دي اسمها فوليك المايت قاعده فين؟ قاعده في الهيد فوليكس و فريش الجلاد اللي حواليه الليجز والايه؟ والنور. ممكن نستنتج قوي هي بتعمل ايه؟ لقوا انها في اسوشيشن ما بينها وما بين حاجتين في الاغلب اغلبها الليجز بتشتغل ايه؟ الموسم ممكن صح كده؟ طيب في ناس بتستخدم الكليمز كريم بس او الحاجات اللي هي بتاعت جونسون كده اللي هو مش الليجز مش ما يطلبون بنعمله بالجونسون فانت عارفه الحاجات دي خلاص؟ لقوا ان في اسوشيشن منشوف ما بين الناس اللي عندهم بيستخدموا بقى مستخدمين تغطيه وشهم لقوا الاسنس بتاع الفوليك المايت دي اقل والناس اللي بتستخدم كلينتين كريم الاسنس شويه اعلى خلاص؟ لقوا كمان اسوشيشن تاني ما بين الفوليك المايت دي مين؟ والاكل اللي هو حب الشباب. مش بس كده عارفين لما يبقى فيه بلاك هيدز كده نقط سودا كلنا بتعدى لنا الحكايه دي بنعمل ايه؟ بنروح دايسين عليها كده بيطلع حاجه صح؟ ممكن يبقى جوه الحاجه دي اي تراب ولا ديرت من اللي احنا فيه ده خلاص؟ او يبقى فيه ايه؟ فوليك المايت ماشي؟ يبقى الفوليك المايت دي قاعده فين؟ قاعده في الهيد فوليكل سبيشال جلاد روحوا كلكم بقى بصوا وطلعوا الفوليك المايت موجوده فين؟ في الهيد فوليكل سبيشال جلاد اللي حوالين النور والايه؟ والليف تعمل لنا ايه؟ تعمل لنا النور في الفك والبلاك هيد خلاص؟ ممكن تعمل شويه شويه جلاد ماشي الحال؟ الديفلوبمنت هنا ايه؟ انكمبليت ميتامورفوز تمام؟ هنعملها ديجنوستيك ازاي؟ اعرف ايه فوليكل ولا مش فوليكل؟ زي ما احنا قلنا كده بالظبط هنعمل بريسنج جديده اللي انا شايفاه كده هتلاقي الكونتنت ده ظهر بتتحفر لو لقيت
كيس يجي كيس يجي كيس خلاص يجي المسجد ويشتريها في الكتاب بتاعه وبيجي ماشي؟ اه لما تقولي عادي ايه؟ لنمشي.
النيف ده هيروح عند البني ادم؟ ما بيروحش. لما النيف يتحول القرض ده هيروح عند البني ادم؟ لا. يبقى هي ستيج واحده بس من كل اللايف سايكل اللي بتتاكل بالبني ادم. فهي دي اللي مسؤوله عن الترانزيشن بتاع الايه؟ الانفكشن. لو هي ما عرفتش، لو اول واحده في تاريخ المايس خلاص خدت الانفكشن وما كانش فيه ترانسستيديال ده، كان وصل وكمل معانا لغايه القرن 21؟ لا. ليه بقى؟ لان هي خلاص هي خدت الانفكشن وفضل فيه، كبرت بقت نمس ومات خلاص، ما اتنقلش بقى تاني، بقت غلط ما راحتش عند البني ادم، ما خدتش منه اي انفكشن، هيجي لها منين؟ مش هيجي لها خالص. هي الفكره كلها ايه؟ انها بتفضل محافظه على الانفكشن عبر كل الجنريشن اللي جايه بعدها عشان يلفوا يرجع لها ايه؟ تاني خلاص؟ مش هي بقى اللي بقيت الجنريشن كلها. لكن لو اول لقطه بتاعت ماي خدت الانفكشن وما اتنقلش للنمس، ما اتنقلش الغلط، هتكمل ازاي اللايف سايكل؟ ما ينفعش خلاص؟ طوال الانفكشن، بس هما مش بيأتاك المال فمش بيقلوا الانفكشن. تمام؟ وبعدين بالظبط؟ تمام؟ فيبقى الانفكشن اوله كان فين؟ عند الغرض، خلص عند مين؟ عند الغرض، فعشان كده بنسميه كونتر ايه؟ يبقى هو هنا خد بالك ده بس السؤال اللي انت بتسأله ده مهم. ده بيحصل فيه الاثنين، هو حصل ترانسفيريان من الغلط للايه بتاعته. وهو كله على بعضه الكبير بقى ترانسستيديال ايه؟ عشان هو من اللارفا للايه؟ للارفا. هي بقى بتعمل ايه بقى بالقصه بتاعت ترانسفيريان ترانسستيديال دي؟ المايك نفسها مش بتحفظ اسمها خلاص؟ دي بقى لازم تحفظ اسمها، ليه؟ لان هي الوحيده في كل جزء تبع الحمول اللي الاثنين بترانسستيديال وترانسفيريان. احنا محتاجين نعرف اسمها. المايك نفسها ايه؟ اسمها ليه بتقول كومبيديا خلاص؟ ليه بتقول كومبيديا ده اسم مين؟ اسم المايت خلاص؟ الاورجانيزم بقى اللي هي بتنقله اسمه ايه؟ اسمه الكيتسي ماشي؟ الديزيز اسمه ايه؟ ستراب لايف خلاص؟ ده ثالث لايف يعدي عليه ماشي؟ الترانزيشن بيبقى ازاي؟ ترانس اوفيريان وترانس ايه؟ ستيتي. يبقى تاني المايت دي اللي اسمها كومبيتور مايت او هارفست مايت او شيجر مايت او ريد باك اي واحده من دول ماشي؟ القلم دي في ليميت مش تحت البني ادم، بتحط اكس، اللارفا هي اللي اكس بارازايت، النيم في ليميت مفيش تحت الايه؟ البني ادم. هي نفسها هتعمل انتري هتفيد على ايه؟ على كيس فلويد في ديشن اللي هي ايه؟ عملت. ممكن ترانسميت انفكشن؟ اه، ترانسميت المايك اللي اسمها نيم كومبيتيا اتموش خلاص؟ بتنقل ديزيز اسمه ستراب تايب، الكود في الاورجانيزم ايه هنا؟ ريكيتسي. بتنقله ازاي؟ ترانس اوفيريان وترانس ايه؟ تمام كده؟ الكنترول بتاعه ازاي؟ اللي هو البيت حاجات كتير في ماشي؟ دي بقى مهمة جدا 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 ودي برضه تيجي كيس لا هي بتحتاج كويس هي خدت اتلاك واحد خدت منه الانفكشن الانفكشن اتنقل للدرجه الثانيه خلاص فهي كده فرقت من الانفكشن فلما هتاك واحد بيجيبوها حتى ممكن يكون معاها اصلا كده يعني هي دي اول مره اخدت الواحد خدت منه الانفكشن كويس كده مره واحده ما راحتش هي نفس مره واحد تاني هي بتعمل انفكشن للدرجه اللي بعد كده الدرجه اللي بعد كده دي هتاك واحد تاني ضروري انها هتاك واحد تاني هتاك واحد وتيجي لقطه ثانيه تعمل ايه؟ هي مره واحده يعني تروح تنقل واحد لواحد لا هي هتاخده مره ومش هتيجي عنده تاني فمش كده اللي بتفشل لحد المره دي مش بتنقله مين اللي هتنقله؟ اللقطه الثانيه بقى اللي هي جايه بتفشل اصلا من البيت وهتحتاج مره واحده خلاص؟ لكن بقيت مثلا كلهم مالهم فري نيم خلاص؟ بصوا ده كده الاول ضغط مايك دي مهمه جدا 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 خلاص؟ اولا بتيجي كيس ثانيا بتيجي كتير قوي لو ما خدتش كيس هتيجي سؤال. كلنا اكيد سمعنا عن الناس اللي هم بيقولوا انهم عندهم حساسيه تمام؟ بيقولوا اصل دي الحاجات اللي في الموجات طب شيل الموجات طب دي الحاجات اللي في السجاد طب دي في السجاد حاجات دي بنقضهم على ايه؟ على المايك تمام؟ يبقى الناس بتريفير الشكوى بتاعت البرونكا الازمه دي لايه؟ للمايك اللي هي موجوده هي الحاجات اللي موجوده بس يبقى مثلا في السجاد، المراكب، على الليالي، هي صغيره جدا ما بتتشافش. خلاص؟
دي اللي اسمها ايه؟ هاوس داست مايتس. ماشي؟ اللايف سايكل بتاعتها زي التمرين ميتامورفوز. يعني ايه؟ يعني غلط هتحط ايه؟ الايه دي هتبقى لارج او نت تديني ايه؟ الارض في الاخر. ايه بقى اللي انت هل دي هتتاكل مين؟ بتعملوا اي هدف؟ لا، هي عايشه في المكان اللي احنا قلنا عليه، في السجاد، في المكان، في اي فرشه قديم، في البتاع ده، الخشب بتاع السرير، مرتبه السرير، عايشه في كل دول. بتعمل ايه؟ اللايف سايكل بتاعتها شغاله. تحط ايج والايج تبقى لاربا واللاربا تبقى نمف والنمف تبقى قلم ومكمله. مشكله الهاوس داست مايتس ايه بقى؟ ان هم كل اللايف سايكل بتاعتها كل الاتيس بتاعتها الايج واللاربا والنمف والقلم سواء كانوا عايشين او ميتين. هايلي بوتنت اليرجنز. هايلي بوتنت اليرجنز. طب يعملوا اتوبيك رياكشن في العينين ده هم ايه؟ سسبشن. هو اي حد هيجي له حساسيه ولازم فيه شيء من السسبشن. في حد عنده استعداد انه يجي له حساسيه من كلنا بيجي علينا دخلة الربيع والجولف، في ناس مننا بتجي لها مشاكل وناس ثانيه بتعدي. ليه؟ اللي بيجي له مشاكل هو ده اللي ايه؟ اللي مورسس في الكلام. هي مشكله الهواء الضغط نفسي يعني مش بتاعت المان خالص، ما تجيش جنبه، هي قاعده في التراب بقى في السكات وكده اي حاجه. لكن مشكلتها ان البادي بتاعها هي الاكل والارض والنمس والغلط سواء كانت عايشه او ميته هايلي بوتنت ايه؟ الرجي. فبيعمل اتوبيك رياكشن في العين الايه؟ يستفر. ايه اشكال الالرجي اللي انتوا تعرفوها في حياتك؟ لما حد يكون حساسيات ممكن تاخد عندي فورمه تيجي سكين الرج صح؟ يبقى عندي ديرماتايتس، عندي اتشنج، عندي سكيلينج، عندي ايه؟ ارتجال. ايه تاني اشهر ازمه بتحصل؟ البرونشال ازمه مظبوط ولا ايه؟ في العين اللي هم الايه؟ استفسر مين تاني في ناس مع دخل الربيع كده على طول ما يعرفوش ايه؟ سايب ممكن بس دي ما بتعملش بتعملوها في ده في مني بتعمل ثلاث حاجات بتعمل الرج سكين بتعمل برونشال ازمه كمان ممكن تعمل لنا ايه؟ تعمل افكشن لان في ناس بتيجي تقرا لكم على اخر الربيع كده تلاقي على طول مناخيره بقى زي ما تبقاش معايا حاجه دي بتبقى نوع من انواع الايه؟ الالرج. الهاو داست مايت من ضمن الحاجات اللي بتعمل ايه؟ الالرج. الهاو داست مايت بالنسبه لنا هل هي بتتاكل الهوست؟ لا، هي قاعده بعيد بس البادي بتاعتها وهي عايشه وهي ميته بتاعت كل اللايف ستيل بتاعتها هايلي الرجيك سبس. طب الانيشيت الرجيك رياكشن او اتوبيك رياكشن في العينين اللي هم ايه؟ سخطبه. ده ممكن ياخد اشكال ايه؟ يجي في السكيت يعمل برونشال ازمه ويعمل افكشن للايه؟ للدوز. احنا نعمل ايه؟ لو حد عنده برونشال ازمه ازاي اعرف ان دي مايلز؟ زي ما بعرف لو عرفت يعني هي الحساسيه دي اسمها ايه؟ ضرب عباره عن حاجه من اثنين الناس بتعملها يا بيعملوا تيست بالاي جي اي سبيسيفيك الكومال الالرجي او الفيمال الالرجي المعروفه ده في المعمل او بيعملوا سكين تيست بيكتبوه للعيان ده اللي هو عنده المانيفستيشن بتاعت الالرجي الحاجات الكومن اللي نقول انها بتعمل الرج سواء عن طريق السكين او عن طريق التوميتيست او اي شيء بتاعها لو عرفوا يوصلوا يعني بيحصل احيانا بيبقى خلاص انت كده عرفت ايه الحاجه المسببه دي ساعات بتيجي ما بتعرفش فبتاخدها في حساباتك يعني جماعينا في الفوتو عليها اللي عامله ذات اللي هو اللي هتحسها ان شاء الله اسم المايس دي بالعربي هي كانت عامله كده فين؟ المهم ان هو المايكس مهمه جدا جدا بيدوروا عليها كتير قوي في الاطفال الصغيرين اللي بيروحوا مفيش عندهم بروكا تمام؟ فانت بتاخدها في حسابات. طب انت عايز تعمل كنترول ليه؟ هي نفسها عملت لك حاجه؟ عملت لك ايه التاج؟ هي قاعده فين؟ قلنا قاعده في الفرش قاعده على الارض في ايه؟ في التراب اسمها هاوس داست مايت. فاللي احنا بنعمله ايه؟ لو احنا استخدمنا العينين اللي هم المنايات بتاعتهم الهدوم اللي هم واكتر الملايين لو عملناها لو كوناها اي حاجه فيها هتموت ده حاجه الحاجه الثانيه البيوت لما نيجي ننظفها ما نستخدمش المكانس العاديه لازم المكانس اللي هي بتفرغها علشان لما اول تراب كده هو في كل الاكسكريتا بتاعتها وكل البادي بتاعتها فاضي يعمل لها اي حاجه انت ما عملتش اي حاجه لازم تستخدم الفاكيوم ايه؟ ليه؟ لو كمان ان لو ثبت ان العينين دول عندهم المشكله دي ثبت لها ضغط مايت بيعملوا بيرشوا البيوت كل كل شويه اي حاجه انفكت سايد بتقلل الايه؟ سوري الاكاري سايد بتموت الايه؟ المايت فبتقلل الايه؟ العدد بتاعهم في طرقوس البيت يجوا مثلا كل شخص كل شهرين كل ثلاثه وخارشين البيت كله بحاجه بتموت الايه؟ المايت فتقلل الفريكونسي والسبيرتي بتاعت الايه؟ الاكل يبقى الهاوس داست مايت مش بتحتاج الوقت دايركتلي الاذى بيجي منين؟ من البادل بتاعتها من الاكسكريتا بتاعتها سواء كانت عايشه او ايه؟ او ميته بتعمل اتوبيس رياكشن فين؟ في العينين اللي هم ايه؟ الصفر حد بيرد فينا ايه؟ الرجيك ديرماتايتس نيزل مانيفستيشن او بروكشن اس خلاص؟ هنعملها ديجنوز ازاي؟ زي ما بنعمل اي حساسيه تفتكر اي حساسيه
الناس اللي هي بتبيع حاجات مش متكيفه سيئه خلاص زي العقيمه تلاقي المايكس دي موجوده في الزيت او الرز او الحاجات دي فتخيلوا السيناريو ان هو مثلا هيعمل الزيت لحد هيعمل ايه؟ هيحط ايده في قلب الزيت وهو في المايكس اللي في الزيت بتاعته فهي برضه بتعمل له الرجي فين؟ في السكين تمام؟ بعد شويه ممكن يعمل ايه؟ يروح وعينه كده هيجي له الرجي ايه؟ كونجنكتيفايتس وهو بيعدي في شويه راحوا ايه؟ طايرين عمل لهم هو انفليشن فتديله الاسبريسو مانيفستيشن ولما نبص على السبيوتر نلاقي المايكس خلاص؟ اول احكم فعملوا له ابدومنال ديسكفر ولو بصينا على الستون نلاقي المايك على فكره احنا بنلاقيها كتير جدا الايج بتاعت المايك وجواها المايك في الستون في ناس في المعامل هم مش اوير هي دي ايه بيمشوها ايه في مش رايحه قوي بس هي الانسبت الترسبوده بتبقى قاعده جوه وطويله الضحك والضغط ما بقاش بوينت دي بتاعت الفشل خلاص ده حصل انا شفته حصل في المعامل يبقى تاني الفكره ان طول الجمايل دول عباره عن ايه؟ دول موجودين في الستون زي ايه؟ زي الدقيق، زي الرز، زي العدس، الحاجات دي. فأي كونتاكت لحد بيتعامل مع الحاجات دي في ايده هتعمل له أليرجيك ايه؟ درماتايتس. تخيلوا ان هو فرق في عينيه فجات له ايه؟ أليرجيك كونجنكتيفايتس. لو عمل كده حصل انهاليشن دي المايتس دي فعملت الاسبيراتي مانيفستيشن هعمل ايه؟ هعرف منين ان هي دي السبب؟ لما عملت له سكيتا من مش هلاقي المايتس فيه. خلاص؟ نفس الحكايه لو عنده ابدومنال بين في الاسطول هلاقي ايه؟ المايتس او ممكن كمان الاكس بتاعتها. ماشي؟ تفتكروا انها بنت كتير قوي شخصوها على انها احنا واحد بنحط المايت اللي هي الدومستيك مايت. ايه الدومستيك مايت دول؟ دول بقى بتفيد على الضغط. خلاص الضغط نفسها بتحتاج الماء بتاخد منه الضغط مين؟ اكتر مكان موجودين في ايه؟ عشان تاخدوا بالكم في الانابيب بتاعت التكييف. خلاص؟ بيبقوا قاعدين في الانابيب بتاعت التكييف. فانت لما تعمل فيه شغل كده للانابيب بتاعت التكييف هي هتروح لها. تبدا تتكيف وتعمل ايه؟ للمطر. سهل قوي دوبوستيك مايس بتعمل ايه؟ ديرماتايتس مفيش اسهل من كده ده مين؟ الاسكوربون خلاص كده؟ طيب الاسكوربون ده عنده ستيك الحاجه اللي هو فيها بتعمل ستيك الارصه بتاعته وبيحط ايه؟ بوينت مكان الستيك خلي بالك بيعمل ديزيز بين يعمل هامرت ويعمل نيكروز ده مكان الستيك وبعدين التوكسين اللي هو حقنه بيبدا يتخانق مع الضغط فالعيان يبدا يجيب الاول ايه؟ كوتش خلاص؟ وبعدين يقلب بايه؟ بمصر سبان وبعدين يقلب بايه؟ يكون فاضي ونفس الحكايه لو حد صغير حد سنه كبير ممكن يموت تمام؟ الاستور ممكن يعمل لنا ايه؟ مشكلتين الستنج نفسها القرصه نفسها هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ وتعمل هامر جيميكروز تمام؟ طيب التوكسين نفسه هيعمل ايه؟ يأفكت المصر يعمل الاول كوتش وبعدين يقلب سبان وبعدين يقلب بايه؟ يكون فاضي دول ممكن يموتوا عيالين مين؟ اللي هم صغيرين في السن قوي او كبار في السن خالص. بنعمل ايه لو حد غلط في عرض؟ اللي هي شفناها بقى في الافلام العرض. ايوه بالظبط ده الدكتور بيعمل كده. بنعمل ايه؟ مكان القرصه بناخد حاجه جامده قوي 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 على قد ما نقدر فوق الايه؟ مكان السن ده. ليه؟ عشان نمنع التوكسين ده او البويزن بتاعه ان هو يكمل على الرقبه ويأثر في العيال. ونعمل سبليت جامد قوي او سكشن لمكان البايت عشان ايه؟ اي بويزن موجود لوكالي في مكان المايك نقدر ان احنا نخلص زي الافلام بالظبط. خلاص؟ احنا لو حد عنده اتقرف بالسكوربوت لازم نعمل حاجتين دول. اول حاجه نعملها نربط كويس جدا جدا فوق مكان المايك عشان نمنع ان ايه؟ البويزن ده يتحرك مع السكوربوت. نعمل ايه كمان؟ نعمل سكشن للمكان بتاع البايت عشان لو في بويزن موجود هنا ايه؟ نتخلص منه. تمام؟ بيعملنا ايه؟ الا ان
ماشي؟ فالاسئله اللي انا سمعتها منكم دلوقتي اسامي الهارتنج الفانز بتاعتكم سته، هقول للدكتوره هنا دلوقتي. الحاجه الثانيه هقولها على السؤال بتاعك يا دكتوره، وهي ما دام احنا خلصنا ان شاء الله الحمد لله النهارده الحمد لله، ده معناه يا حبيبي ان انتوا الاسبوع الجاي عندكم محاضره دكتوره هنا، اتاكدوا بقى منها على الميعاد وتجهزوا لها كل الاسئله بتاعتكم زي ما اتفقنا.